رجعنا سريعا ومكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. بنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، وهنبتدي معاكم بالعناوين. يلا كوره. جاري يعلن قائمه المحليين للمنتخب ضم السوليه وطاهر وعدم تواجد وليد سليمان. الوطن سبورت احمد شوبير لا خلافات مع اعضاء اتحاد الكره. فيتو صلاح ينضم لمعسكر الفراعنه 12 نوفمبر استعدادا لتونس. اليوم السابع منتخب تونس يصل اسكندريه 14 نوفمبر على متن طائره خاصه لمواجهه الفراعنه. سوبر كوره كاف يوافق على مواجهه الفراعنه والامارات. الفجر بكلي يرفض التجديد لبتروجيت بسبب العروض الخليجيه. الوفد مصلحي يدعو جمهور الاتحاد لمساندة الفريق. بوابة الأخبار هشام زكريا كنت أتمنى انضمام عماد متعب للجونة. الشروق وكيل رمضان صبحي رمضان مستمر مع هاريس فول تاون. جريدة المسا طائرة مصر بطل إكس العرب. جريدة الشروق علي فارج سنقاتل من أجل صدارة تصنيف الاسكواش العالمي. سكاي نيوز تنفيذ ركلة الجزاء تعديل غير مسبوق بتاريخ كرة القدم. مدرب فايكانو الخسارة أمام برشلونة مؤلمة. سبورت 360 أليجري يوفنتوس ليس جيدا بما فيه الكفاية.